هذا الإبداع للقلوب. أي لحظة حقيقة معاه وكان فتح خير على الباب. كابتن إبراهيم هيقول دلوقتي هو كان في نادي إيه؟ أولاً إبراهيم صمم برغم كل الإجراءات يلعب في نادي الزمالك زي كل اللعيبة، بس كل واحد له ظروفه يعني. إبراهيم كان بيلعب سوا، هيحكي لكم كان بيلعب فين؟ والظروف اللي انتقل فيها لنادي الزمالك، هو أول لعيب إحنا عقدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر حضرتك طبعاً وبتحني على المؤتمر، وأنا بعتبر نفسي إن أنا مش لعيب جديد في نادي الزمالك طبعاً، لأن من أبناء النادي. طبعاً بقى لي 6 سنين موجود في نادي الزمالك، من قبل كده كنت منتقل من نادي المنصورة، قضيت 5 سنين في نادي الزمالك، والظروف اللي حصلت اضطريت ان انا امشي بعد نهايه عقد سنه في السعوديه. لكن طبعا قرار الرجوع لمصر او ان انا ارجع العب في مصر كان القرار الوحيد ان انا اكون موجود في بيت نادي الزمالك، وده شرف ليا ان انا اكون موجود في بيتي. وان شاء الله بتمنى الزمالك لعيبه جديده ان شاء الله ان هم يكونوا اضافه كبيره لينا ان شاء الله.